كفيل. يلا بلشت. حلو بلشت بلشت. حماس حماس حبيبي حماس. نار يا حبيبي نار. والله هذه هي يا أخويا كن. يعني إحنا بنحكي عن مباراة النصف النهائي لبطولتنا الدوري العربي، يعني الفري فاير الموسم الثالث. شوف يعني وصلنا للنصف النهائي، نعم، اللي هو رح يكون 6 فرق. تمام، يعني في له الأمل يروحوا على النهائيات، لهيك أساسها يقفون على ما توقع. نعم بالفعل، وزي ما احنا شايفين هلا اخوي كان في عندك الوينر كي اس اي قريب جدا من فريق الانتي. بلش شيما، بلش النار يا حبيبي النار. ايوه ايوه صح، حلو. نعم قرر الانسحاب قليلا لانه اول ما شاف فريق نعم كورتيز بين قدامه من فريق الانتي شيما في مباشره. يبقى لك ووجد لك وقرب عليه الانتي شيما. ايوه عليك الهارد كرو، تم اسقاط اللاعب الاول من فريق الانتي شيما. راح اللاعب الاول من فريق الانتي شيما هم حاول عليه. يا الله دير بالك يا وهو سحب سحب يا وهو سحب. يا الله يا دوب، هو كان على فكره كان قريب جدا من خالد حتى يقدر انه ايش يعني يطلعه من المأزق اللي هو فيه، بس للاسف ما قدر. وقرر الانسحاب صراحه. كان في عندك لاعبين من فريق الانتي شيما ضغطوا عليه ضغط، وصار في عندك فارس بلاد من فريق الانتي شيما. نعم 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 وجب انساني وبين عرض. نعم راح يكون في مواجهه. نعم يا سامي، هيا سامي قاعد بيحاول سامي عم بيصير كورتيز. الله عليك يا الله عليك يا وهو شعلت نار نار يا حبيبي نار بين الكلمات الكبار. وعندك الكل الثاني. ايوه يا وينر كيس هيف، شو هاللعب يا شيما يا انفيشيما. على ما اتوقع انفيشيما لازم يسحبه. تم اسقاطه، شو هالقناصه يا سموكر. يا سموكر ابدع، شو هاي يا سموكر. هاي في عندك لسه كان عم تضغط كمان على لاعب من لاعب انفيشيما وكان بده يطلع له. عندك مواجهه سموكر. يا سموكر ماذا عندك؟ سموكر مع نينجا. مع نينجا يلا يا نينجا يلا يا سموكر. ايوه هو نينجا. ومع ذلك شوف نينجا ما حسب الصح يا نينجا للاسف. يا سموكر شو هاللعب الحلو يا سموكر. الله عليك يا حبيبي الله عليك، شو هاللعب الجميل. مواجهه ايوه 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 صح. الله عليك بلشت زفت. الله عليك زفت. الجولدن سكواد ولعت ولعت. نعم الجولدن سكواد دي زي نار. ايوه يا محمود نار نار يا حبيبي نار. الله ايوه شو هالعبده شو هالعبده. قنبلي زاد قنبلي واخذ كل وعندك القنبلة كمان شوف. ومع ذلك يعني قاعد عم بيحاول الجولدن سكواد وتم اسقاط الفي اس من فريق الجولدن سكواد. شو باقي لاعب واحد. نعم شو نعم يعني شو. يعني يعني شوف يعني الجولدن سكواد ضغطوا عليهم يعني ديزي انفيتي عم تضغط جدا. الله عليك شوف يا الله تم سكواد في الملعب. شو قلت يا اخي ديزي سكواد ديزي انفيتي. الله عليك بلشت هسه بين الديكتاتورز والستار وورز والان. يالله عليك شو هالقنبلة؟ والله ولعاني. شوف القنبلة الله يلا. لو قريب شوي بس يلا. قريب شوي حلو على الدكتاتورز. نعم. الله على الدكتاتورز جمال. شوف كيف الفرق القريبين من بعض تقريبا. ايوه وفي عندك الفي ايوه نعم عندك ايوه شوف عندك الدكتاتورز شو هلا بلش يفوت. ايوه بس حذاري ولعت بين الفي يلا روح شفت. نعم في عندك فرق. نعم الله عليك الله عليك جبتها حلوه. نعم مباشر هدوء مباشر اخوي جمال ولعت يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار. ايوه 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 هيدشوت يا اخوي بالله بقعد اللاج هيدشوت جاب اياها. يا يعني راس الدير بين الدي زد والشفت بلعت شو هال يا اخي. فريقين عمالقه فريقين عمالقه ولعوا مع بعض. الشفت بالضبط الشفت اللي هو الفريق المفضل لمعظم اللاعبين معظم المشاهدين. يا الله يا الله حلوه. شو اللي صار شو يعني شوف عبده بالاي يو جي بعدين روح على السريع بروح بغير بعدين على السريع بروح بهجوم اربع بين بعد على القارب بين الستار وورز بين الديكتاتورز
وفاتوا عليها الديزات الديزات فات وقريب جدا من شو ستار وورز. يعني هل يعني شوف 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 بالكلاش شوف محمود نازل في السلاح شوف عليه محمود شوف قنابل ورا البومبات وعاد شوف عندك ديزي انفينيتي يعني اليوم نويها بده يحرق فيها الارض اللي فيها ديكتاتورز وفيها ستار وورز نازل فيهم محمود شوف الهيد شوت الله عليك شوف الهيد شوت نازل كمان صابع فكرة من هالشوت أكيد بس يا دوب صابع فكرة من هالشوت بس الله العليم هو لسه ما تم إسقاط اللاعب يعني يا دوب يعني سنعمية نزل من هيلتو بطلقة واحدة من الهيلتو يعني وعندنا كريل لسه عندنا كريل لسه تم إسقاطه بيقول وين العون من الصديق وين العون من الرفيق يا أخي ساعدوه لكريل يعني نزل الكريل ساعدوه يعني أنت لسه بتحتاجه كل واحد يعني كل فريق لازم يحتاج نعم لسه في عندك مواجهة ما بين ستار وورز وفريق دي سي انفينيتي الله عليك وفريق اللي ديكتاتورز الديكتاتورز كانت تحتمي وفيه زي ما احنا ملاحظين في عندك الكريل معاه جرنيد لانشر اخوي كين عن جد بيعمل فريق والله دير بالك وستار وورز قرب منه على فكره ستار وورز هلا هو يعني تقريبا بمنطقه واصله ما بين الانفينيتي دي سي وما بين عندك الديكتاتورز يعني صراحه يعني هو محاصر والفريق الثاني نعم قاعد عم بتقرب نعم شوف عندك الأداء واحد من اللاعبين والديكتاتورز والشيفت تم استبعاده بعد الشيفت من هانتر صاب هانتر وتم اصطياده من لاعب هانتر يعني هانتر اسم على مسمى ايوه شوف الساسوس بيوبي جابه تم استبعاده للانفينيتي شوف كيف جابه عبقاني نار يا حبيبي عالثلاثة أخوي كين تم إسقاط لاعب من للأسف لاعب من فريق دي زد شوف عندك ستار وورز من فريق ستار شوف ستار وورز من فريق عالقاني نعم قاعد أقول تم إسقاط دي زد إنفينيتي يا الله شكر تم إسقاط مباشرة كيوبي نعم كيوبي من فريق ستار وورز نعم أخوي كين عندك فريق كيوبي ما كسرت ولا كسرت لحد الآن نار يا نار هجوم على الشوتجن هانتر وعندك هانتر نعم هانتر يعني هانتر عن جد شوف فعل اثنين كنت تمام شوف كيف جابه الله عليك هانتر ايوه روح يا هانتر يهرب دير بالك يا هانتر شو اللعب الحلو هانتر الله عليك هانتر يا الله شو اللعب الحلو من لاعب هانتر نعم ستارز قاعد عم تضغط على الكل للاسف عندك الوينر كي اس اي كان اداهم جدا رائع من بدايه المباراه اخوي كين ومع ذلك تم استبعادهم من فريق نعم لا شوف شوف هذا اللي بحكي لك الخامس لاعب الحلو يا اخي برجع عندك حمياني نار اربع كلات من فريق شوارق الستارز وورز من جرافيت من هانتر والله شوارق الصح يا اخوي وعلقاني لسه بين فيزا عالقانين مع الستار مع البلاك بوست يا تم استبعاد الديكتاتورز وقاعد عم بيضغط نعم وهابي من فريق الفيزا فيس لسه لحد الان ما شفنا اداهم كيف وقاعد عم بيهجم هجوم اربع لاعبين ايوه ما شفنا فيزا فيس الفرقه اخوي كيف حلو ستار وورز ايوه يا هابي الله عليك حلو يا اخوي كيف حلو بلش شوف التوازن تبعه بلش الشباب يتوسع خلينا نشوف التوازن تبعه مين راح يكون قريب نعم عالمين. انا على فكره نعم انا اللي بدي اشوفه صراحه فريق الانفيشيما وفريق الديزي ايوه يا عبدو راح نجوم من فريق صار ايوه يلا صار في عنا الفيزا ايوه مواجهه مباشره نعم من زياد اوكي والله زياد نازل ببي 90 نازل ببي 90 خلص بده ياخذ الكلات اليوم حاسس على كل طلقة واحد هيا يلا يا زياد رح يهجم والله يا اخويا كان زياد رح يهجم على ثلاث لعيبه رح يهجم على ثلاث لعيبه قم زياد قم بن زاد شوف الياس رصده بالبي 90 ماذا هو ما هو بالفاعل لزياد يا يعني زياد رح يهجم يا زياد لما رح يهجمش يا زياد يعني للفيزا فيس ناس ما نحن بنقول يعني من امامكم ومن خلفكم يعني شيئين لانه ناس ما نحن متابعين في اكس عم يتوزعوا عم بيروحوا على اليسار وفي عندك عندك زياد عم بيجي من قدام يعني خلاص حماني اللعب تخطيطات طبعا كثير حلوه نعم اخوي شوف 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 السلاح اللي معاه الام بي 5 الام بي 5 الريت اوف فاير 75 يعني المهم 79 شو عبده اللعب الحلو يا عبده
الله عليك. يلا يا شباب بالحق انت عم يلا انت عم فيهم. ايوه هيك روح فيهم. شوف السلاح البي 90 والسلاح البي 50 رح يجي رح يجي عليه رح يجي. لا وشوف شوف كيف الانسحاب انسحاب اسلحه الاس ام جي بلشت شغالي لانه اسلحه جي كثير قويه على على القوات القريبه بلشوا بعضهم قناصات لسا شالوها بلشوا عاد بالاس ام جي. ويا حبيبي يا ستار استر يا ستار صراحه المواجهه القصيره زي هيك اخوي بالتومسون البي 90 جدا بالعمود. عندك مواجهه قريبه جدا هابي هابي تمسك هابي. الله عليك يا زياد شو هاللعبه الحلوه يا زياد. نعم من زياد يا زياد شو هاللعبه يا حبيبي نار يا زياد. راح رفع الاي جي راح رفع الاي جي بعدين راح رفع البي 90 والله تفكير سليم جدا. الله عليك شوف تم اسقاط هابي. نعم تم اسقاط هابي من فريق الفيزا بيز. راح زياد لعبها صح بالتومسون نانتي على التومسون البي 90 تم اسقاط فريق الفيزا بيز. الياس من بدي اشوف الراس يطير. حلو ايوه يا كريل حلو يا كريل. انا مش عارف في عندك هو نعم في عندك كريل اللي هو طبعا كريل كليفا طبعا اربع لاعبين. ايوه الله عليك كليفا الله عليك كليفا شو هاللعبة والله تحيي. شوف شخصي لما الكرونو ما هو هاي الحلو بالموضوع الاكس مان. ايوه يا اكس مان الله عليك اكس مان. ايوه روح جيب اسكارت هو صراحه يعني هو تفكير شوي جنوني انه هو روح يهجم على اللاعبين صراحه يعني يهاجم هاجم تيك ات ايزي مان. شو هاللعبه ايوه لان جوست ستار وورز وينر كاسين بنفس البيت والله الكيوبي بالبوم كيوبي بالبوم كيوبي بالبوم. اوه للاسف شو هاللعبة كيوبي يا شباب هانتر دمزل للاسف كيوبي جوست. انا صراحه الله يعني ايوه نازل فيه دير باك سموكر هذا الشغل الصح هذا الشغل من الكاس غير مضبوط. الله عليك الله عليك يا بلاك جوست شو هو دبل كيو. شو هاللعب من بلاك جوست اللعب الحلو يا اخي. شو عمل بلاك جوست يا هاي قنابل كانت عم بتشتي يعني عن جد كنا عم نعلق نحن بس القنابل كانت عم بتشتي. اللانشر كان عم بيطير ناس عم بتمر يمين وشمال مش طبيعي والله. شو اللعبة الحلوة وشوف هسه البلاك بوست بلش يركض كمان يا يعني واحد فيزا فيزا تم استبعاده خمسة. نعم فيزا فيزا تم استبعاده عندك صفر تقريبا قريبين من بعض اخوي كن جدا رح تكون هلا ملحمية وممكن تنتهي بخلال عدة دقائق. يا شباب خليكم معنا. نعم شوفوا شاهدوا هسه كيف رح تكون الحماس من نار عندك البلاك بوست كان عم يصفر. نعم قاعد ستار فيزا تم استبعاده. الله عليك يا عيسك الله عليك يا عيسك. شو هاللعب شو هالقناصة يا اخي يا اخي اللاعبين شو هاي يا مو الله عليك يا ابو حمد شو هاي الله عليك يا ابو حمد الثاني الله عليك شو هاي بعد جولدن سكواد ابدع والله للاسف تم استحواذه ولكن ابدع والله ابدع ثلاث لعيبه بالجلاند رانشر يا مح عن كلك بعطيك شو هلا اخوي ثلاث فرق خلال من 9 ل 6 ل 3 ما ضل عنا غير عندك ستار وورز ضل عندك قناصة من الفيشيما. يلا يا انفيشيما خمس كلات الانفيشيما عندنا المستقعدين عندنا الكورتيز عندنا النينجا عندنا الهارد كرو ما ضايل غير عندنا في عندنا فريقين اخوي عندنا في عندنا الانفيشيما ديكتاتورز حلقاني هذا شخص الله عليك الله عليك يا ديكتاتورز ايوه الله عليك يا وسيموس الله عليك يا هارد كرو الله عليك يا نينجا. شو هاللعب الحلو شو هالجمال شو هالحلاوة نازل بسنايبر اخوي الكرن نازل بسنايبر شو هالسنايبر الكورتيز نازل بسنايبر والسنايبر ورا والله يا عبد بسم الله يا الله روح ايوه يلا عبد انت هذه ولا اخرى هذه ستار وورز هم من استقلال هذه ستار وورز
الأخرى نعم نعم هذا الفيلم الشهير ستار وورز، هذا الشيء كيف خلص هو ستار وورز الثاني اللي بس عليه نجمه هو مجرة النجوم، وزي ما احنا شايفين هلا بالاي كي 47 السوق بابا نازل فيهم. يا الله ابداع من فريق الستار وورز، نازل فيهم بالاي كي 47 تم اسقاط شاذي من فريق الشيفت. يا الهي يا الهي، باقي ثلاث لعيبه تقريبا من فريق الشيفت اخوي عبدو. الشيفت ستار وورز هنا حرب الرجال. يا سلام يا سلام، ابداع واقناع وامتاع من شو هذا الدلال الدي زد انفينيتي مع الفيزا في حرب كلتورية عالمية. الاول هذا نوك داون والثاني نوك داون والثالث وين يا حبيب الملايين، الدي زد انفينيتي اخسر ثلاثة لاعبين. باي 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 باي، ود حبيبك وانسى هواك، بعشقك وانساك. مستقعدين زي ما احنا لاحظنا انه اليوم مع فريق الانفيشيما، يا ترى هل راح يعطينا مفاجآت الليلة هذه اللي احنا قاعدين عم نستناه؟ عندك سريل، ايوه سريل ولا كريل اخوي؟ انا والله نسيت سريل وكليبا سيرول. حتى الاول مش موجود يا اخوي. اختصار هو سيرول انا ضمنت. سيرول وكليبا نعم اخوي نعم بالفعل زي ما احنا ملاحظين هلا كمان عندك الاي ان اف محسن تم اسقاطه. يا الله مواجهه شديده جدا من فريق الاي ان اف مقابل فريق الوينر كي اس اي. وينر كي اس اي اثبتوا شهرتهم جدا خلال هاي الليله رهيبه كفو يا شباب. الاي ان اف عبدو نازل في سنايبر، نازل بالام اي 2 بي، نازل في قاهره الجلو وول. يلا يا غفار من فريق الدانكوس. احنا ملاحظين غافر نعم غافر بالبي جي، غافر باللي كي يا غاري، غافر والبلاك جوست العالمية بالدبل كيلا الأسطورية في هذه النهاية والمرحلة العالمية. شوف اشتدت واحتدت الان الصوت تسخر وقلوب المتابعة ماشية وتحتار. من سيكون سحر القرار في هذا المشوار. نار يا حبيبي نار، وجرينادا نازلة مثل الحصار والبركان. شو هذا الدمار يا مكابيلي، يمين يسار يا سلطار ويا كاتب زين القدار. الانفينيتي تضرب، الانفينيتي تكسر، البي جي حاضرة، انفيشيما موجودة، والجولدن سكواد حاضر. أربع فرق الآن مشتبكون ومتصادمون يا مكافيلي. نعم بالفعل زي ما احنا ملاحظين هلا في عندك الدكتاتورز 62 نقطة حائز يا الله في نقاط الجولة الثانية. ستار وورز في المركز الثاني 52، مجرة النجوم في 50، وينر كي اس اي 34، بلاك جوست 33، مقابل الانفيشيما 33. وعندك يا اخوي يا عبدو نعم وفيزا في 28 نقطة، والشيفت المركز الثامن 28 نقطة، وانا 19 في جولدن سكواد، والانفينيتي تيم وفي اكس 88 نقاط. ولعت خلاص زلزال بركان دبل ارض كسور. نهاية خيالية، نهاية عالمية، لقطات ذهبية من كواكب عطارد وزمر ومن كواكب مريخية في هذه السهرية العالمية. شوف المجرة النجوم هو ستار وورز يقصفون بحدوشان كيل قادمون صادمون ضد الكل متحدون في جبال الخريطة الكرهان يحكمون. لكن محسن يقولوا لا يا وقت لا محسن بالدلال محسن بالجمال كيورة فوق الخيال. شنو هذا النهاية المين نصف المباراة الثالث، يعني عادي فريق في نصف المباراة يكون في كرة القدم يكون خسر 3-0 ويطلع آخر المباراة فايز 4-0. نعم الجولدن سكواد اخذوها من الوينر كي اس اي فيرست بلاد، مع ان الوينر كي اس اي كان ادائهم جدا رهيب، بس الظاهر انه قاعد عم بيحاول يدرس كيف تكتيك الجولدن سكواد. زي ما احنا بنشوف الكل فريق قاعد عم بيحاول انه ما يهجم هجوم زي ما كان يهجم بالماتشات الاولى، لانه بيحاول يخلي النقاط. ايوه اكيد هذا ايوه. نعم شوف نعم. الدلال وشوف الجمال، شوف واحد ضد واحد يا سلام. اسمه كير هو الفنان اول اللاعبين وفي ليله الاساطير. لكن الرصيدين القلم تغلب الشجاعه، فايتات ناريه، اشتباكات عالميه، لمسات اسطوريه، سيوف خالد يخلص يفنش الضحيه. ولعت الان دلال وجمال، اثاره وابداع واقناع من اليمين ومن اليسار. ولعت نار وستر يتسطر بين الاساطير بين مجرة النجوم. هو بالدمر ليكتور هذا شوكار يصطاد الاول. يا سلام قادمين في حرب الرجال يضرب
الشوف بالمحك يصطادون انفينيتي تيم هائجون ضاغطون قادمون امام مجرة النجوم حائرون في ليلة السكون والذهول شوف شوف يا مكافيلي يمين يسار وسطر يا ستار يا من الاخطار من سيكون كاتب زين الاخطار في هذا المشوار نعم الليلة ناري يعني عن جد الفرق اخوي عبدو صراحة صعب جدا اني اقدر اقرر مين هو اللي راح يكون حائز على البوية شوف 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 باللانشر 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 يا رهيب باللانشر باللانشر يا صدار وبالجرينادا وبالمرصاد قنبلة اولى قنبلة ثانية مطر مطر من القنابل شوف نعم اديت الانفينيتي قادمون صادمون هاجمون على الانفينيتي لا يرحمون لا يرحفون هذم من الخوف ليس خائف من الموت ليس خائفون تسع فرق 28 لاعب يا ترى مين راح يوصل على البوية عبدو صاب البوقي الثانية ابدعت بالسنايبر كمان توب بابا يا الله من فريق ستار وورز نازل بالسنايبر والله المواجهة جدا قريبة يا أخوي عندك الفرق قاعدة عم تقرب على بعض أكثر والزول قاعدة عم تصغر قاعدة عم تضغط على اللعيبة يا ترى مين هو اللي رح ينفك منها يا ترى مين هو اللي رح يحصل على البوية خلالها يلا يا محمود هجوم كاسع من فريق لاين اف تيم يا الله الانفيشيما يا الله لاين اف تيم كلهم قريبين من بعض كل اللعيبة قريبين من بعض يا أخوي تم إسقاطه بالقرنيت لانشر أيوة يا ستيف نوت ستيف نوت نازل فيهم تم إسقاطه روح عندك يا عبدو روح يا عنده يا عبدو كمل يا عبدو اوه عبدو موجود في ليلة إثبات الوجود والإنفينيتي تيم حاضرين والديزل إنفينيتي موجودين ولعت إعصار ضموا أمام الشيفت الشيفت خلاص باي باي يا ناس تم استبعاد الشيفت أربعة فرق على قيد الحياة وثلاثة فرق على قيد الحياة اشتدت واحتدت الآن بين هذا الرجال في هذا الرهان شو هذا الدلال وهذا الجمال عشرة كيل لستار وورز ستار وورز بعشرة كيلات بعشرة قضايا بشرية بعشرة قضايا عالمية يصطادون هنا الديكتيتورز حاضرون بأراكين ظل الشاب موجود هو. نعم بالفعل تم استبعاد ستار وورز المواجهة الشرسة جدا ما بين مجرة النجوم والديكتاتورز يا ترى يا كيوبي يا ترى يا جاك من منكم رح يخلي فريقه يتأهل يا الله تم استبعاد مجرة النجوم وحائز برازيليانو في ريو دي جينيرو في الكابيتال نار يا حبيبي نار ستار وورز تخسر اثنين في هذا المشوار امام مين في ليلة الاساطير تقريبا مجرة النجوم ستار وورز متشابهون نعم متصادمون نعم هنا متحد صدقت اخوي يا الله خلاص بالفعل والله بالماش او بخمس لشنتين تقدر انك تتآمن وتفتك المركز السادس صح هذا اللي احنا نحكي فيه ولا في عنا مواجهة شرسة ما بين الانفينيتي دي زي والانفينيتي في اكس ايوة يا شباب ايوة محمود ايوة بالام تو ايوة هذا اللي قاعد نحكي فيه هاي الاسلحة اللي احنا بنشوفها في هذه المباراة نارية رائعة ايوة في سلاح الام اي تو بي قاهر الجوال يا ترى مين راح يحصل على هذه المواجهة ما بين الدي سي انفينيتي ما بين الانفينيتي في اكس عن الهرب بالدورسن كان بيحاول يهجم بالهجوم يا الله بالدورسن يا محمود كان بيحاول تم استبعاد محمود هارب بالدورسن كان بيحاول ومع ذلك تم استبعاد الانفينيتي في اكس وحصل عليها الانفينيتي دي زي كفو نعم بصراحة مستوى عالمي بين الانفينيتي بي اكس والديزيت انفينيتي هنا عندنا فريق ستار وورز موجودون يقصفون يضربون على فريق مين على فريق البي جي تقريبا البي جي وشيما باليسار قادم ديزيت انفينيتي تستقبل الانفي شيما وفريق وثلاثة فرق في الفورج مشتبكون في ليلة السكون وليلة الذهول هذه هي الليلة الكلتورية ليلة العربية ضربات لمسات في ليلة حصف الجبهات من ستكون هو أرقام حمراوية أرقام صفراوية إنفينيتي عبدو يخلص على الضحية إنفينيتي دي زاد بتسعة كيل قادمين صادمين أمارات إنفينيشيما متحدين الفيزافي هنا مع فريق مين أستار وورز مشتبكين بصراحة ولع تبان واشتبك الإنفينيتي في هذا الرهان بين هذا
الاساطير وهذا رصيد حكير يا ماكافيلي. اشتدت واحتدت دلالكم دلال وجمالكم جمال. نعم تفضل يا ماكافيلي تفضل. نعم روح يا اخوي انا بتغزل في كلامك لأن المواجهة مشتدة جدا. فيزا فيزا تم استبعادهم. يا الله يا الله حصلنا على البوية دي زي انفينيتي. والله حاضرين متابعين من سيتأهل النهائي مين؟ خلينا نشاهد خلينا ليك يوبا من ستار وورز مجرة النجوم أثبت جدارته في هذه المباراة أثبت جدارته في هذا الماتش الرهيب. يا ترى مين رح ياخذ البوية في هذه الماتش؟ يا شباب من تعليقاتكم بدنا اياكم تدعموا فريقكم المفضل. ما باقي الا القليل في النصف النهائي من هذه الليله. خالد قاعد عم بيحاول بالاف بي اس اس وتم اسقاطه وتم احياءه من سموكر. هذه هي الشباب هاي هي فري فاير الليله الناريه يا اخوان يا اخوي يا عبدو شوف الليله الناريه شوف المواجهه الشريفه. ايوه روح معاي ايوه يا اخوي ما باقي الا القليل يا اخوي. يا لها من نهاية يا لها من قصة وحكاية يا لها من لمسات ويا لها من رواية. اشتدت واحتدت الآن شوف بين الأساطير. الفيزا في موجودة شوف بالنعم بلا شك في شيء يا الله يا زفيت وعفيرو.